بعض الفقهاء أجازوا القرض للاستثمار، وهذا من أبواب الاستثمار. ولكن أنا هنصح بنصيحة، لازم تعمل دراسة جدوى جيدة حتى لا تغرق في المديونية. دي مشكلة، إن أنا باخد فلوس والفلوس دي هتتسدد وبزيادة، الزيادة دي حاصلة من إيه؟ البنك هيبقى له حصة في هذا المشروع. فلازم تعد دراسة جدوى جيدة لهذا الأمر علشان تعرف إذا كانت هتقدر تسدد القرض ده السؤال فعلا الأول قبل ما نسأل ولا بقى لا. حلال ولا حرام، هعرف أسد ولا لا. بعد ذلك ما دام القرض للاستثمار وانت هتقدري تنمي هذا المال بالفعل، والزيادة اللي هتدفعيها هي من نماء هذا المشروع اللي انت هتعمليه، خلاص ما في مانع. بس المهم الأول تكوني عديتي دراسة جدوى جيدة لهذا الأمر، وما تكسليش، لأنه أحيانا الإنسان لما بيكون العمل خاص ومحدش بيقول له قوم اتحرك قوم اشتغل ممكن ايه يكسل. فلا، لو احنا هنعمل كده يبقى لازم نعد للامر وعدته ونشتغل بجدية علشان نقدر ايه نسدد القرض ان شاء جميل الله. جدا.